هنعمل ايه مع بعض دلوقتي؟ هنعمل كوكتيل الجوافه والموز مع اللبن. فعندي لبن موز فريش، جوافه فريش، شويه من مكعبات التلج وشويه من السكر. على طول كده اول حاجه مكعبات التلج، عايزين نعمله زي سموذي كده، فهنجرش الفاكهه والتلج مع بعض. ادي الجوافه، هنزل هنا بشويه من اللبن، وهنزل بكميه السكر. خلاص نبتدي نضرب بقى.